يعني جد فرحانة وفخورة جدا، وكنشكر منظمة العفو الدولية المغرب لأنها اختارتني من عدة نساء مدافعات عن حقوق الإنسان باش تكرمني. يعني هذا بالنسبة لي واحد الفخر وواحد التعبير بأن احنا راه ما درنا والو في الريف، احنا راه خرجنا سلميين مطالبين بالحقوق الكونية اللي واجب على الدولة توفرها لنا، ولكن للأسف يعني الدولة تنتهج مثلث الإقصاء التهميش والقمع، لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني أنا كنشوف بأن هذا التكريم هو فخر لحراك الريف لأننا كنا سلميين ورقيين جدا. تنشكر أمنيستي المغرب على هذه المناسبة اللي منحتنا إياها، لأنها من خلال تكريم لنساء مناضلات تكرموا القضية النسائية وحقوق الإنسان بصفة عامة. وطبعا يعني اليوم يعني من خلال هذا التكريم هو يعني الأمنيستي تستهدف تسليط الضوء على قضايا المساواة، على التضامن مع المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين طبعا، ولكنها خصت هذا اليوم ليصادف 29 نوفمبر من كل سنة اللي هو اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان. فرحانة بزاف، كنشكر أمنيستي بزاف حيتاش قبلت يعني دير لي التكريم مع بزاف النساء اخرين اللي ما كانش كيسحابني واحد النهار غنكون معاهم، وهذه خطوه للامام حيتاش المغرب اخيرا ولا كيعطي قيمه للفن والفنانات. اختارت من بين نساء مناضلات، انا يعني تشبعت بالنضال مع سي عبد الرحمن اليوسفي، يعني مشواري الاول في العمل كان في حكومه التناوب، يعني بفضل سي عبد الرحمن اليوسفي وبفضل الشبيبه الاتحاديه هما في الحقيقه اللي وصلوني لهذا المرتبه اللي انا فيها اليوم. وإلى تعاد بيا الزمن الوراء شنو غنختار ندير؟ غنختار التصوير الصحفي، مع انني كنت كنحماق باش نكون محاميه ولا قاضيه باش ننصر الفقير باش ندافع على الناس، ولكن الحمد لله دابا كندافع على الناس من خلال الصوره، يعني كنقل الصوره كما هي لا اجملها، ما نزيدش عليها وما نقص منها، كنقل الواقع باش الناس يشوفوه. كنناضلهم يعني بطريقه مختلفه عن النضال اللي بالقلم، يعني بالكتابه، يعني نمشي نمثل في الملتقيات الدوليه ولا وطنيه، ولكن اناضل من خلال الصوره. ويعني انا جد فخوره بنفسي وجد فخوره بالاب الله يرحمه، الام اللي رباوني اللي وصلوني لهذا المرتبه، الله يرحمهم. وشكرا لكم انتم وشكرا لمنظمه العفو الدوليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.